ازيكم يا صاحبي؟ وحشتوني. صلوا على النبي. بادئين الفيديو بعياط النهارده يا جدعان. هنلعب لعبه بوبلي تايم الجزء الثاني ده شابتر 2. شابتر 1 احنا كنا لعبناه من فتره والحمد لله قفلناها، يعني صحنا بما فيه الكفايه. فاحنا النهارده يا جدعان هنخش شابتر 2. طب بص بقى، احنا بنحس كده، احنا اخر مره يا جدعان بصوا بقى انا اعمل لكم ايه، اعمل لكم جو اهو، يعني اعمل لكم طفيت اللمبه، مع ان انا اصلا بترعب من خيالي. طفيت لكم اللمبه ولابس لكم اسود، ويعني بصوا جو ملائم للرعب. فاحنا ايه براحه كده يا جدعان عشان انا بترعب من خيالي حرفيا. طيب ربنا يستر. احنا ما شاء الله ابتديناها رندره. طبعا احنا كنا اخر مره وقفنا يعني الشطه اللي فات كنا ان احنا ايه بوبي خلاص احنا معانا كده ايه الايود تمام، لا الصوت كده وطي الصوت عشان لما هترعب، يعني انا اصلا هترعب يعني هترعب على طول، فانت مش ناقص صوت عالي. ماشي يلا بينا يا جدعان. ماشي حلو قوي الكلام. دلوقتي يا جماعه المفروض ايه هنلعب، يعني انا مش عارف بصراحه، يعني ما تركزوش معايا قوي لان انا ايه مش عارف. انا دلوقتي ايه انا راجل مرعوب خلقه، فانتوا يعني انا ممكن اقول حاجات كده انا ما اعرفش ايه، وانا دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده عمال اقول اي حاجه اصلا. طب ايه هنروح فين بقى؟ طب ايه ما تفتح يا عم الباب. لا اقفله تاني، اقفله تاني. لا خلاص خلاص انت خلاص انا بهزر يا عم، انت قفوش قوي. بقول لكم يا جدعان احنا اهم حاجه بصوا انت هتلاقوني بقعد اتكلم كتير. ليه بقى؟ لان انا سامع الحاجات وعمال بحاول ان انا اقعد اتكلم واغطي على الرعب اللي انا ايه بترعبه تمام. ماشي الباب ده مفتوح، انا نسيت اصلا ان انا بتفاعل مع الحاجه. ده اللي بيتكلمني بتقول لي كيب جوينج كيب جوينج. حاضر يا حبيبه قلبي، بس انت مش حاجه بس. وبعدين طيب في حاجه مثلا حاجه بنستخدمها مثلا ان احنا نعدي اوكي. وبعدين هي هتبقى كده يعني، هتبقى كده يعني تمام. ماشي يا باشا سهله دي، يلا سيب. ماشي استنى كده يعني الزحله شويه بس فهمنا خلاص الليله، فهمنا الليله خلاص. تمام قوي حلو قوي الشغل ده. انا خايف يا جدعان، انا خايف ناو، انا مرعوب ناو. بريس هير. ولا هديك بتاع في وشك، هديك بتاع في وشك بقول لك اهو. ايه بتاع ده اتفتح؟ لا بقول لك ايه متهزرش. لا ما تهزرش، ما تنجز يا عم، انجز يا عم. اشوف الباب اتفتح اهو ولا ايه؟ لا ده ده في باب اهو يا جدعان، ثواني. مش ده باب؟ ماشي ده باب اهو صحيح. انا افتح الباب يا عم، تعالى يا عم شيل الحاجات دي، ما باب اهو. بس استغفر الله. بص يا جدعان احنا الايه اللعبه دي يعني هناخدها ايه كده اهو، يعني عافيه هنلعبها عافيه، يعني عافيه ما اعرفش ازاي بس هنلعبها عافيه يعني. بنت ماشي. خدنا ايه تو فيو انفنتوري تاب. معانا مفتاح حلو، تعالى نعمل بيه بقى. تقريبا يا جدعان كي ده احنا ملوش استخدام. ده هي نسيت صحيح العاب الروح بالغاز. معلش يا جدعان معلش انا كاكا ايه يعني اعذروا جهلي. ليه بقى؟ لان انا ما بلعبش العاب رعب كتير، فانا ما اعرفش النظام ماشي ازاي. فهي تقريبا والله اعلم يعني. صح مفتاح ده صح انا عارف. لا ما انا هخش مش لا ما انا مش هتغفل، انسى ان انا اتغفل. الشريط ده مش هشغله، شغله يا عم اشوف في ايه. شغله انا هو بوبي بلاي تايم، قصدي هو اللي كان بيجي ورايا الجيم اللي فات الشابتر الاولاني. ما تشغليش يا عم افلام يا عم، مش ناقص. خلاص انا اسف يا عم. لا اقفل، انا مش عايز اعرف. شكرا. خليني نفسي يا عم بقى. تعال يا عم يسيب ابوك. اقعد اعمل انت عايزه، انا ليش دعوه. والله العظيم عمال اقعد اتكلم بقى لوحدك، انا ماليش دعوه. اقعد اتكلم بقى تولع بقى ورا. انا قاعد بص ورايح اهوت ومش هتخض ومش هخاف ايوه كده.
didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. انت معايا ولا ضدي طيب؟ معايا ولا ضدي؟ معايا ولا ضدي يا بت؟ ما تخليش اعمل الكلام ده كله على الفاضي. وبعد كده فين؟ انت كده انت مثلا العفو العفو بتشكرني يعني انا حررتها. العفو انا مش قصدي، انا مش عايز اصلا. العفو لا هي بتقول لي شكرا انت حررتني، كنت قاعده هنا بقالي كتير قوي. بس انا مش عايز احررك، انا مش عايز. انا مش عايز اصلا، خدي بس اقول لك انا مش عايز والله العظيم ما عايز اطلعك، انا مش عايز اطلع. انتوا اللي هي اكبر. طب وبعدين إيه؟ نروح في ايه؟ انت يا ولي اجيلك ازاي طيب؟ استنى اتشعلق في حاجه انا اشعلقها فوق طيب؟ اه ما في، ما هو مش ده المكان اللي جيت منه؟ اهو. طب ما هو يا جدعان، طب ما هو يا جدعان المكان ده مرعب قوي، المكان ده مرعب قوي يا جدعان. والله العظيم يا رب. هخش بقى. هاي ايه اجي معاكي؟ اجي معاكي؟ طب اجي معاكي ازاي؟ اجي معاكي ازاي ما الحته دي ضيقه؟ اجي لك من هنا من بره مثلا؟ بالطريق اه اهو صح؟ صح؟ حلو يلا 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 يا جدعان. هي معقوله الدميه الصغيره الحمراء دي المرعبه دي هي اللي هتعديني؟ هي اللي هتبقى مرشدتي؟ اكيد في حاجه فوق. ايوه اهو ماشي يلا يا باشا. ما اعرفش ما اعرفش جيت اب ماشي مثلا ما اعرفش اعرف ايه يا جدعان. ده احنا لسه بنقول يا هادي والصياح لسه وما شاء الله شغالين في الصياح الله ينور. بصوا يا جدعان دي بقى حته باركور وعايزه فن، فاحنا ايه ملوك الباركور انتوا عارفين. ممكن امسكها بايدي اليمين ماشي مش عايز، فاحنا عاملين كده اهو سهل. ايه ايزي ايزي اهو. متنا ليه بقى في الاول؟ تفوق عليك اللعبه يا ساتر. بص يا عم خش يا عم دخلنا على الباب يا عم وريني كده دخلنا يا ابني على الرعب يا ابني. هاي ايه ده؟ لا وليه؟ توافق يا ليه؟ لسن ايه؟ نعم 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 لسه لسه. هو انت معانا ولا مش معانا؟ هي البت دي معايا يا جدعان اصلا؟ انا كنت بحسبها العروسه دي، دي مخيفه. هو مين اللي شدها دي بقى ان شاء الله؟ مين اللي شدتها دي بقى ان شاء الله؟ العروسه انت كويسه؟ يا لهوي ده غويطه تحت يا جدعان، ده غويطه تحت دي غويطه. بص بص عايزين نلقي نظره كده. طب انت فين؟ لا لا ها ها انت بتهزروا. طب ماشي ما علينا، كش تولعي انت واللي خطفك ما علينا. نروح فين بقى؟ نعدي ازاي؟ هنعدي ازاي بقى؟ الباب كله ده مقفول وانت مقفول ما شاء الله، كلكم مقفولين يعني. طب ارجع تاني طيب ولا ايه بقى؟ ما تقدريش ان انا هعدي تحت يا جدعان. ما انا مش هنط تحت يا جدعان قدام يا جدعان. انت مش هتنط مني، ما تخليش انط يا جدعان والنبي. ماشي بصوا يا جدعان في اللقطات اللي زي دي بقى احنا بنعمل ايه؟ بنعمل كده اهو. هو بقى ينط، انا ماليش دعوه، انا مش هبص، انا ماليش دعوه. هو انا ماليش، انا اهو انا لا ارى، انا لا ارى، انا مش هتفر. ايه ده؟ مفيش حاجه؟ امال عاملين قلق ليه يا جدعان؟ على فكره انا كنت باصص اصلا يا جدعان، انا كنت باصص اصلا عامل كده. ماشي ما علينا. فاكرني اخاف من حاجات هبله زي دي؟ حاجات هبله. الله الغاز هذا هو ذوقي. هات لي يا ابني اللغز يا ابني. ها ايه ده؟ بس كده؟ الا مش انت واحد؟ اه انت كده، انت مش عايزني اخبطك، انت عايزني اخبط دي مثلا؟ الا طب ايه؟ طيب بصوا يا جدعان احنا ايه؟ تعالوا بس الاول عشان نفهم بقى، تعالوا بس نفهم الاول. دلوقتي لما بعمل دي كده، لما بخبط في دي في حاجه هنا بتطلع تمام، ولما اجي اخبط في دي دي بتطلع. حلو قوي تمام. يبقى هنا عندنا حاجه هنا اللي هي دي بتطلع ودي بتطلع. فهنحل ازاي؟ احنا ممكن مثلا هي من هنا شغاله. اه من هنا شغال. طب ثواني كده، ما في عمود اهو ثواني كده. اه ده شغال اهو. بص بصوا من هنا كده. اه طب ماشي، العمود ده يبقى العمود ده اكيد معانا بيساعد يعني. ممكن لو عملت كده مثلا
تمام كده اهو تمام. ممكن نقوم ايه؟ لا اهو اشتغلت اشتغلت اهي اهي. شوف شو بيطلع ما بيعملش عش يلا قرص. طيب ماشي ممكن نعملها كده تمام ونقوم استنوا كده. طب اهو طب ما انتوا ايه ده بقى لو انا اعملها دي جايب اجيب دي ازاي يعني؟ ما دي بتطلع اعملها ازاي احنا خلصنا من اللغز غلنا. طب استنوا كده صحيح استنوا كده تمام كام كده يا جماعه الالغاز دي مهم. انا عايز الغاز انا مش عايز رعب انا دلوقتي انا عايز الغاز. طب ايه اللي حصل بقى؟ ايه اللي اتفتح؟ حاجه اتفتحت؟ ما تقوليش بقى جري وفرهضه. انا مش عايز جري انا مش عايز جري. انا سالت خلصت من الواد ده اهو الواد ده وجعنا اهو ده اهو ده فرتكني الجيم السنه الشابتر الواحد. استر يا رب يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب استر يا رب استر يا رب كملها بالستر يا رب. بليز ايدي اول مثل ايدي هاتي ايدي يا بنت هاتي هاتي بنت العروسه يا بنت ولا خلاص خديها عشان تولعوا انتوا الاثنين. هاتي ايدي طيب خد العروسه هاتي ايدي. جيم ستيشن ايه هاتي ايدي انا مش عايز العروسه انا عايز ايدي اكمل ازاي من غير ايدين. انت هتصاحبيني هتقعدي تكلمي كتير ما تجيب الايد. ايه رايك تجيب الايد ونتفاهم بعدين؟ كلمي بقى اقعدي تكلمي بقى انا قاعد بقى انا قاعد اتكلم قاعد اتكلم انا ليش بص بص كده الميه فين؟ انا عايز اشرب انا عايز ابلع شويه الرعب اللي انا لعبتهم دول. ايه اللي حصل؟ طب انا ايدي طيب يا خد ايدي يا جدعان ايدي ايدي الحمراء ايدي اليمين هاكل ازاي انا دلوقتي بقى من غير ايدي اليمين؟ ايه ده؟ ويلكم تو ذا ترين ستيشن ده؟ ماشي حلو. يا لهوي على الرعب يا لهوي على الرعب يا جدعان يا لهوي على الرعب يا جدعان يا لهوي على الرعب يا جدعان. طب ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده ايه ده بقى؟ وانا اعمل لهم ايه دول يعني؟ مش فاهم. ده قطر يعني. ماشي وانا المفروض اشغل يعني اشغل قطر اهو. شغل يا عم القطر يا عم. شغل يا عم القطر. طب ده الاول طيب؟ اهو. اركب ايوه اركب ولا ايه؟ انت لسه هتتكلمي؟ يا نهار ابيض دي جدعان يا جدعان انا معايا ايد انا عايز ايد انا عايز ايد الحمراء. طب انت عايز ايه طيب انا مش فاهم. طب طب دي كده يمكن دي اللي حصل اللي حصل اللي حصل. تفحص يا عم تفحص يا عم تفحص اللعبه اصلا عملت لا عمل هو ايه الدم ده ليه الدم ده ليه الدم ده خارج من البتاع استنى كده نشوف هنا باب مقفول يبقى اكيد من هنا اكيد هيمشي من هنا يعني مش محتاجه فقاقه. يا رب 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 ما تفجع مش عايز اتفجع يا رب. امسك المقش حارب بيها طيب امسك المقش حارب بيها. الرندره في رندره في رندره شفتوا يا جدعان اللعبه رندرت ازاي؟ يبقى اكيد فينا في هنا العروسه بتبوش اكيد العروسه بتبوش. انا هنزل تحت هنا اكيد بتبوش او انا اللي ببوش يعني يوم اكرم. استر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما تخض يا رب ما تخض يا رب ما تخض يا رب ما تخض. انت يعني انت زور هنا اتك عليك يعني ما اكيد دي خدعه يعني مش خدعه. طب الحمد لله وانت اتك عليك يعني
وبعدين وبعدين يعني راح فين؟ ده البتاع دي نفسها مرعبة. يا رب ما تخض بقى يا رب يا رب يا رب ما تخضش يا رب. ها اتك هنا خلاص، اتك تاني اهو برضو. طب انتوا عايزين ايه؟ في حاجة هملاها مثلا، حاجة هنا هعمل بيها هنا احطها تحت هنا. ولا استنوا كده، ممكن المواسير دي. ايوه صح يا ابن اللعيبه، لا قرص ده كان تسريب. يلا تك، تعال تعال لعيب والله عايش. يلا بس ايوه، ايه ده في ايه؟ المواسير اهو، وصلت المواسير ببعض. طب دي بقى ايوه، مشينا العجلات اهو. وبعدين بقى في الالغاز دي بقى، سوري يا رب يا رب ما تخض يا رب. اكيد انا حاسس بخضه يا جدعان، انا حاسس بخضه. ما هو اكيد يعني قعدنا ده كله. بصوا انا عارف اللعبه دي، انا مش هتخض دلوقتي. ليه بقى؟ اللعبه دي بتعتمد على الخض اللي في الاخر، يعني هي بتقعد ايه، بنقضيها الغاز. ماشي استنوا كده، في هنا لغز نو بينت ان ماشين. ماشي احط لك مفيش انا ما عملتش حاجه، انا عملت حاجه؟ مش حاجة. ايه يا عم في ايه؟ فك يا عم هنا يا عم. مفيش دهان. طب احنا نحط الدهان ده ازاي دلوقتي؟ استنوا كده، الباب ده مقفول، التلفزيون ده اوعى تفتحه. طب الباب اللي فتحت دي نظامها في حاجة جوه؟ يا رب ما يعني كده كده مش هتخض. اللعبة دي قلت لكم بتعتمد على الخض اللي في الآخر مش اللي في الأول. وده دهان؟ ده دهان ده صح؟ ولا ده ايه؟ هو ايه ده؟ استنوا كده معلش، استنوا هنا؟ ليش ان هو هنا؟ ما لعب انا عارف، استنوا بس ده ايه ده؟ ده ايد هات كده؟ معايا ايد؟ هو الايد اللي انا خدتها دي؟ طب انا خدت ايد ذهبية، انا خدت ايد ذهبية دلوقتي، طب ما احطها مكان ايدي الحمراء. طيب ماشي ماشي ماشي، انتوا عايزين ايه؟ اللعبة دي بتعجزني، عايزين امشي بايد واحد، ايد واحدة. انا عارف والله، انا ولا استنوا كده، ايدي خضراء يا جماعة، هاخد ايدي. قول لي ناخد ايد، قول ناخد ايد من دول، هات لي ايد من دول يا بالله عليك. طب اخر واحدة، يلا اخر زرار، اخر لغز. ها تعالى يلا، هات 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 الايد يلا، ها هات هات الايد يلا، كفك هات كفك اهو. ايوه بقى ايوه كده بقى ايوه كده يا جدعان، هو ده الكلام. استنوا كده، ودي ايه دي خضراء دي صح كده، فدي ايه بقى؟ يعني اللعبة دي عبيطة يا جدعان، أنا مش فاهم حاجة والله. والله العظيم ما فاهم حاجة، اللعبة دي عبيطة جدا، أنا مش إيه ده ولا ولا. لأ 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 مش تا... لأ لأ يعني لأ. ما أنا فاكر آخر مرة وقفت في حتة زي دي، الولد جه رجع قاعد يجي ورايا وبتاع، والتاني ده كان برجل طويلة وكبير وكان فرتكني، ما بالك بقى مومي بلاي تايم دي. ماشي المشي مش من هنا ما شاء الله، دول محددين لي كان الجري اللي انا هجريه. ماشي طب يا جدعان، انا لسه، انا المشكله ان انا ما اعرفش النهايه هتبقى امتى، لان النهايه هي اللي بقى فيها الرعب كله اكيد. يعني وش زي الجزء الاول كان النهايه هي اللي فيها الرعب كله. دي بقى ممكن Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. ايوه طبعا. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. ماشي. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. ده اختبار يا جدعان، ده اختبار. هيعملوا لي اختبار دلوقتي، هيظهروا الوان، اربع الوان تقريبا بترتيب معين. هو المفروض اجيب الترتيب ده بعد ما يظهروا. وبصوا لو انا جاوبت غلط بتاع ده هينزل. طب ما تنجز، هاتوا الالوان.
خلاص فين الالوان يا نهار ابيض يا جعان بونزو ده هيتحرق مش يا بت انت رخمه بونزو ده يا جعان شكله هيعمل مني كفته هيعمل مني كفته طيب دلوقتي ايه بقى فين الالوان بلو اهو اه المفروض اضغط ماشي جرين فين جرين ماشي بلو جرين بلو جرين يلو بلو جرين يلو جرين ماشي بلو جرين يلو جرين ريد غلط صح راوند 2 ايه انا جاوبتها بالعافيه ريد ريد بلو ريد بلو يلو ريد بلو يلو ريد بلو يلو ريد بلو يلو بسرعه ريد بلو يلو ريد ريد بلو يلو ريد الحمد لله ريد بلو يلو فين فايولت ده ريد بلو يلو ايه فايولت ده ما انا ما اعرفش فايولت فايولت ده تقريبا لونين مع بعض ما هو ريد ريد بلو يلو ما انا ما اعرفش ايه فايولت ده مش ده اللونين مع بعض عارفش ايه فايولت ده مش فاهم بلو جرين ريد فين بقى الفايولت ما هو ما فيش ما اكيد مش لونين مع بعض ما تهزروش يا عم ده حطه ورايا يا عم تقول لي اطلع على فوق يلا ده انت لعب اورنج فين الاورنج اهو ايه اورنج ريد جرين دي بقى كتير قوي اورنج ريد جرين يلو انسي اورنج جرين اورنج ريد جرين يلو وايت اورنج جرين لا جرين اورنج ريد جرين يلو وايت فايولت اوف بالله عليك اطلع فوق يلا ما عندك بلو جي ريد لا والنبي ما سمعتش بلو طب يا جدعان نبصوا هو ايه هما بياخدونا بالصوت ماشي بياخدونا بالصوت فاحنا ايه نركز تركيز عشان في حاجات كتيره زادت كتير علينا فاحنا نركز كده بالهداوه هنجيبهم بالهداوه اهو جي هارت انا عليك السنسيتيفيتي جي هارت فايولت باي جي هارت فايولت باي ويتشن اطلع يا فوق قال نعم انت عايز ايه يا عم اضغط فين يا عم وانت اضغط فين يا عم it broke that's no fun بنت
بنت اللذينه يا بنت اللذينه. هي فين دي؟ يا فين؟ انا لو لمحتك على النعمه، لو لمحتك انت عامل التربكه اللي انت عملتها لي في دماغي دي. هاتي ايدي، ايدي هاتي ايدي. اخدت ايه؟ ترين كود واحد من ثلاثة؟ اه بجمع واحد من ثلاثة. بس يا ولية امشي، انا لو لمحتك يا مامي يا مامي مومي انتي مومي بلاي تايم انتي هبصي. ولا طيب ماشي، شوف النور ده ايه نظامه. تعالى خير، انا في نور يبقى ايه؟ بعد العتمة نور يا جدعان، معروف بعد العتمة نور. بعد العتمة ايه؟ نور. مروحة ملناش دعوة، بعد العتمة نور يا جدعان، معروف. دلوقتي معايا ايد، وانا مش معايا، مش هاخدت ايد حمراء. اه ده كانت مديلي ايديها، خدت ايدي يا جدعان واستخدمها ضدي. حسبي الله ونعم الوكيل، هتروح من ربنا فين؟ ماشي نفضل ماشيين كده يعني. ماشي لو كده يا رب يكون صوت الهوا، يا رب يكون صوت الهوا عشان ايه ده بقى؟ الله ايوه الاوضه دي شكلها حلو، الاوضه دي شكلها حلو دي. ماشي عايزين ايه بقى هنا؟ الاوضه دي مليانه كده ايه، شكلها مليانه حاجات، وهندور على حاجه. اه دي خضره اهي، دي الايد الخضره اهي، حطينا واعمل كده اهو. ماشي حلو، واقوم طالع هنا مثلا ولا ايه؟ استنوا كده اشوف الباب ده اتفتح ما بيتفتحش. ايوه هات هات، ايوه هات. تعال شد البتاع دي كده، صح شدتها صح. طب ماشي المفروض اخد دي كده واروح احطها. استنوا كده يا جدعان، استنوا كده، هو تقريبا هي البتاع دي بتروح هناك، هي فين؟ استنوا كده، اه دي بتيجي هنا اهي. استنوا عشان شكل في حاجه كده. انا ماشي صح. تعالى بس نزقها، المفروض ازقها جوه، انا عايزها لجوه. هو في مسار ليها جوه؟ تعال. انا شقيك معايا. تعالى بس كده. اه صح، انا ماشي صح. صح يا جدعان صح اهو. هجيبه كده. ايوه. تعالى هشقيك. تعال اخويا تعالى. تعال انت لسه شفت حاجه، ده انا هعلمك الادب. تعال كده، انا وصلت اللي جنبي ده السلم ولا متقالي؟ صح اهو يا ابن اللعيبه، يا قرص لا قرص، جامد والله. تعال بقى هاته في اخر المسار كده، زقه كمان. تعال يا اخي، تعال هنا يا اخي، تعال هات ايد ده. بصوا بقى يا جدعان، بصوا شايفين دي؟ دي الطاقه الوحيده اللي موجوده، تمام؟ فاحنا نعمل كده اهو يا جدعان. الغاز، بصوا انا كنت متوتر ليه بقى؟ لان في رعب، شيلوا من قدام الرعب وحطوا لي الغاز هتلاقوني بأدي. غير كده انا ما... ايه ده بقى؟ هشدها بعيد. فهمت يا ابن الايه. شفتوا بقى دي بقى ايه؟ فاتتني ده يا جدعان، ما اكيد هنعملها. ايوه انا واعمل كده اهو، واقوم اعمل كده اهو. بس هي بقى تترمى في اي حته بقى بعيد. المهم عملنا ايه؟ شلنا المسار ده هنا الـ ايوه بس كده يا جدعان. صح يا ابن اللعيبه، هو ده الكلام، هو ده الشغل المظبوط، هو ده الرعب صح؟ هو ده الرعب. طيب تمام. ما انا يا جدعان انا خايف. انا المشكله ان انا ايه؟ انا عارف ان هي ان انا هترعب دلوقتي، بس انا ما اعرفش يعني امتى، لان النهايه هترعب في نهايه البتاع، فانا ما اعرفش النهايه دي هتبقى امتى. ايه بعد ايه؟ ايه ده بقى؟ فيها حاجة يعني. بصوا يا جدعان احنا ممكن ايه؟ التركية كلها ان احنا ايه؟ يعني بصوا احنا دلوقتي لما بنطلع فوق المفروض نعمل كده، ونقوم جايبين كده ونقوم ضاربينها هنا، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ احنا نقوم واخدين كده، احنا طلعنا خلاص. احنا ممكن نقوم عاملين كده. حلو الكلام؟ كده. بس انا خليها من هنا احسن، لا خليها اي حاجة. تمام كده؟ يا جدعان الغاز ماشي، لكن رعب لا. الغاز مش رعب لا يا جدعان. الغاز رعب لا، غاز رعب لا، غاز رعب لا. يا
رب ما تلعبش رب ما تلعبش رب ما تلعبش رب ما تلعبش انا سامع صوت. لا ما احنا مش هنهزر. انا بقول لكم الغاز رعب. لا ما تهزر. انا عندي دلوقتي معايا الشفره دي وما عملش بيها اي حاجه، بس اكيد هنستخدمها قدام دي يعني. شنو كده؟ هنستخدمها قدام، نستخدمها قدام. ماشي. الصوت ده بقى بصوا يا جدعان، بصوا بقى دي من اخوكم كورس الخبره. دلوقتي انا اول ما شلت الكرسي ده يا جدعان هترعب. ليه بقى؟ لان بصوا الكرسي ده قافل الباب، يعني بصوا اجي افتح الباب ما يتفتحش، لكن اول ما شده كده ما ترعبتش. بس استنوا دلوقتي، اول ما افتح الباب هترعب. بصوا بقى قلت لكم خدوها من اخوك كورس، اول ما اخش الباب هترعب. ايه ده؟ فينا تعبان. ايه ده؟ هو البتاع ده اتعمل امتى؟ ماشي ما علينا، نرجع للقطر تاني، محطة القطر تاني. طب احنا دلوقتي جمعنا شفرة، جمعنا شفرة من التلاتة تقريبا. انا المفروض اجيب تلات شفرات. ماشي دي دلوقتي اللي عليها الدور. تعالى كده. ماشي. اي خدمة. تعالوا كده يعني نشوف البتاع دي هتشتغل. لا هتشتغل وانا مرة فاكر ما كانش معايا ايدي الخضرة. ولا انا كان معايا اصلا وما ايه ده؟ انا الساحه دي انا البتاع دي ما جبتهاش قبل كده. استنوا كده اهي اهي الشفره اهي. ولا استنوا، هو دي بتتحول؟ هي بتتحول صح. المفروض اقعد احولها كده لغايه لما تظبط. هي كده ايه؟ هي كده فعلا كده صح اهو. لا طب اعمل، انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ ما تجننيش بقى. استنوا كده، هو في حاجه؟ هو انا ما هو كده صح اهو. ده الترتيب. ده استنى كده، ما هو ده واحد من تلاتة، ده كود واحد من تلاتة. يعني الزرار دي اكيد ليها حاجة تتعمل. ده الوان كمان، لسه اعرف الالوان ايه. تمام. طب الالوان دي بتتجاب ازاي؟ انا المفروض العب دي، اعمل دي. انا عملت دي اصلا. طب دي بتتراح منين ولا ايه اللي حصل فيه؟ دي جرح لها منين؟ ده فتحولي الباب ده تقريبا. انا عارف اللعبه دي مش هبص، مش هتجيبها لبر. انا عارف اللعبه دي مش هتجيبها لبر. اتخض دلوقتي، انا هتخض دلوقتي. يفتح الباب، اتفتح، بيتفتح. ليه بقى؟ عشان اتخض. ايه ده؟ في ايادي كتير هنا حلوه. هات 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 يا ابني ايد حمراء. ماشي، انا مش عايز ايد حمراء دي اصلا، انا عايز ايد. ايه ده بقى؟ ايه اللي جاب سكويد جيم هنا بقى؟ قفل يا عم البوابه. اقفل يا عم على البوابه. سكويد جيم يا عم. ليه يا عم؟ ليه سكويد جيم يا عم؟ خلاص يا عم، انجز انجز انجز. ماشي يا جدعان، ده اختبار يا جدعان زي الاختبار بتاع المره اللي فاتت. ماشي، ده اختبار زي الاختبار بتاع الالوان. ماشي بتاع يا جدعان، بيعتمد على الاختبار ده، بيعتمد على رد الفعل تقريبا. في حاجات هتطلع من هنا وانا المفروض اقعد اضربهم كده، وانا اقعد اعمل كده تقريبا يعني. والله انا على حسب. يا ولية اسكتي بقى، ما تسكتي بقى والنبي. هاتي ايدي. بص يعني ايديها ايديها اهي. ما تكلميش، امنعي الكلام، امنعي الكلام. مش عايز اسمعك، انا مش عايز اسمعك. ايه ده؟ ايه ده؟ هات هات ايدي، هات ايدي، هات ايدي يا ولية، هات ايدي. سيب ايدي. اختبار هيبدا، اختبار هيبدا، اختبار هيبدا. انا الو، اطلع من ايه اهو. ولا اهو، خش تاني، خش تاني، يلا خش تاني، يلا خش. ها حاجه تانية جايه لنا لنا. دول كتير جايين كتير. هما فين اهو؟ خش يلا، خش يلا، خش يلا، خش. حد يطلع، حد يطلع، انا مش شايف. خش انت من هنا، خش. وانت هنا، خش خش. والنبي انا خش، انا والنبي خش خش خش. وانت خش خش. والنبي والنبي انا خش، انا وانت خش خش. بقى مش هينفع كده، مش هينفع كده، مش هينفع والله. ابدا يا باشا تاني، يلا ابدا تاني بقى كده. يلا يا جدعان، فول تركيز،
فول تركيز بس اظبط لي الشاشه كده بقى، اظبط لي الشاشه فول تركيز ولا يلا الدكر يا عيني. انا بس وسع وسع على شغلت المحيطه يعني شغلت السماعه المحيطيه عشان اسمع. هو من هنا اهو اهو ماشي يلا اهو. ده مش شايفه ده، بصوا يا جدعان ده بصوا دي مش شايفه. لازم اجيب رؤيه اوضح، رؤيه اوضح. خش 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 يا ابني، في واحد ورا، واحد ورا والنبي. لا انتوا كتير قوي كتير قوي. خش 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 المحيطية ما اشتغلتش، اشتغلش هنا في افلام الرعب. يلا نركز بقى المرة دي، انا عايز اقف في حتة حلوة. المشكلة ان انا ما بشوفهمش. بص يا عم كده، بص يا جدعان نقعد نعمل كده اهو، نقعد نهبد ماشي كده اهو، نقعد نعمل كده. ايوه دوم ده يقول طاغي ماشي. خش يلا يلا خش يلا خش يلا خش يلا وانت خش. ها حد هنا؟ خش يلا. ها حد هنا؟ حد هنا؟ انت في هنا؟ في هنا ناس؟ في هنا حد؟ خش. حد هنا؟ هو بالترتيب كده يا جدعان. خش خش. اول ما اسمع صوت كده يا جدعان ايوه خش 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 يا اخويا. شايفك شايفك، عامل حسابي عامل حسابي. استر يا رب استر يا رب. هل اللي فوق ده في حد؟ استر يا رب. اهو واحده. خش يا رب خش خش. وانت ها حد؟ خش. ها حد؟ حد هنا؟ حد هنا؟ حد فوق؟ خش خش. وانت في حد هنا؟ خش يلا اصفر يلا. خش هنا انت كمان، وانت كمان، وانت لا خش خش يا ازرق يا معفن. وانت لا اللي فوق. ها حد هنا؟ واحد فوق. استر يا رب استر يا رب استر استر يا رب استر يا رب استر يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. الحمد لله استر يا رب. واحده 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 استر يا رب. يلا يلا ولا استر ولا ولا خلاص يلا جبنا وصلنا النهايه يا جدعان، وصلنا النهايه من عليك. بس انا خش يلا، وانت خش يلا. كترك كترك كده. خش 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 بالله عليك خش بالله عليك خش يا لهوي خش بالله. لا بالله عليكم بالله عليكم والله العظيم مرعوب يا لهوي. كل دول يا لهوي. لا لا وانت خلاص كفايه كفايه بالله عليكم. الحمد لله. يا بنت انا لو شفتك مش هحلك، مش هبت من قدامي. يا لهوي يا جدعان على التركيز، ده انا فعلت المحيطي وعملت السماعه كده وعليتها على الاخر عشان اعرف الصوت. بس بقى مش بقى مش بقى يا جدعان. ستر انت لعب زباله. يلا شوف الشيخه بقى، روح شوف انت رايحه فين بقى، شوف انت رايحه فين بقى. امشي بقى. نطلع من هنا يا عم المخروبه دي يا عم. اهو ده نطلع من هنا. ايه ده؟ انا خدت ايه؟ خدت حاجه صح؟ انا خدت حاجه تانية. ده الالوان اهي، دي الشفره التانية يا جدعان. ماشي متشكرين يا ستي متشكرين. ده فاضل لعبه يا جدعان، كانوا تلات العاب بس. بقى امشي بقى امشي بقى يا ساتر، انا عايز اشرب ميه يا جدعان، اشرب حاجه مسكره. انا مش قادر مش قادر يا جدعان، مش قادر. الرعب الرعب هيم. ما تمشي بقى ما تمشي بقى على الدنيا. امشي بقى. راح من ايه؟ ده انت يا ساتر، ده انت فظيعه والله العظيم يا رب. انا اللي خلاني يعني لازم اطفي النور، يعني لازم اطفي النور يعني. ده لسه كل ده ولسه الرعب ما جاش. امال لما يجي؟ حتى الطلوع صعبته علينا. هو في حاجه فوق تقريبا. في حاجه فوق. ده في حاجه فوق يا جدعان. طب اطلع فوق ازاي بقى؟ اطلع فوق ازاي؟ لا يا راجل ما ينفع اطلع امشي كده. ده انا اصلا انا بلعب بكاركتر عباره عن ايدين بس، ما فيهوش غير ايدين يعني، ما فيهوش غير ايدين اصلا بس. ايه ده؟ ايه خدنا تمثال يا جدعان، خدنا حاجات شويه حاجات اهي. اطلع فوق بقى دلوقتي، اتكل فوق. ايوه صح كده صح كده. بس نتمرجع شويه يا جدعان. ماشي مش مشكله مش مشكله. انا على السل. ماشي مش مشكله. اطلع كده
ماشي حلو قوي. انت عايز ايه؟ وسع كده بس، تعال كده استنوا يا جدعان، وقع بس دي كده تحت خلاص، خدها شتو واي كسري كسري كسري، اهم حاجه تتكسري، عايزك تتكسري بس تقعدوا تفزعونا يا خشيت انتوا اشكال فعلا. طب ده انت بتشتغلش ليه يعني؟ بتشتغلش يعني لما اجي يعني؟ يلا يا جدعان يلا نروح نحط الحاجات دي في القطر. يلا القطر فين؟ القطر فين؟ المكان ماشي صح؟ دي سكه القطر المفروض كل ده يا جدعان عشان اشغل القطر. اه ده كده المفروض هنزل من هنا وهو ماشي شمال ولا يمين ولا مش همشي اصلا؟ اه ده مش همشي اصلا. ماشي نرجع تاني يا معلم، عشان كل ده غلط غلط، ده كل ده غلط، المفروض امشي كده. معايا حته منوره اهي بس مقفوله. لا لا ما هو لا يا جدعان ما تهزروش، انا مش ه... لا ما انا مش ه... هاي لا ما هو تاني مش هتعيدها تاني صح؟ هو انت ده اخوه؟ ده اخوه ده ولا ايه؟ ده اخوه يا جدعان؟ لا ولا ما تبصوش كده، لا لا انا قتلت اخوك. لا ما تتكش على الزرار، ما تتكش على الزرار، اوعى تتكش على الزرار، اوعى تتكش على الزرار، لا ما تتكش على الزرار، لا